الناس رنجاح بعد قرار الجامعة تجميد نشاط رئيس النادي الصفاق سي مصطفى خماخم، شنو موقف الهيئة المديرة اللي مازال نستناو فيه؟ شوفوا مش كان شي موقف هيئة مديرة، موقف الصفاق سي الكل، موقف سوسيوس، موقف لجنة الحبال، موقف تاع هيئة الدعم، الناس الكلنا كبار وصغار احنا نستنكروا. اهم حاجة التايمينغ نتاع الديسيزيون، ثاني حاجة الديسيزيون هذه عبينا بها باش تجي دونك تو لي دوسي اللي تخدمت الكل تخدمت باش تضر نادر الصفاقسي وتضر رئيس نادر الصفاقسي. احنا كنادي الصفاقسي الكلنا متجندين باش نشوفوا اللي باش يكون في مصلحة النادي نتاعنا. كما قلت لك لي ستركتور اللي موجودة في الجمهورية التونسية تخدم في نادر الصفاقسي الكلها مش تكون يد واحدة باش نقفوا ونلقاو حل جذري للمظلمة اللي قاعدة يتعرض لها نادر الصفاقسي مش من تو، راهو عندنا سنين أما توا وقت احنا طلعنا صوتنا شوية دونك ولا هما إيزون أغرافي الرياكسيون نتاعهم دونك كيما هما ساعدوا احنا باش نساعدوا باش نراو في الآخر شكون باش يربح. سي ناصر عندكم استماع الليلة حسب ما قال سي المنصف. هاي اجتماع بوزارة الشباب والرياضة، عطينا فكرة عزوز اجتماعات. احنا شوف كيما نقولوا احنا حتى الاستركتور في تونس كلهم تحركوا، حبوا نلقاو حل الأزمة، أنا نقول أزمة دخلنا فيها أوفيسيلمون، كنا نخدموا بحرب باردة تو الحرب ولات واضحة، قبل ما كانوش يسميونا بالمسمى وما كناش نسميهم بالمسمى، النادي الصفاقسي كان ديما يتعرض للمظالم ونجموا نجدوا فاس تعليم معلول عمناول كيفاش صارت، نجموا لاعبين جمعيات أخرى كيفاش ليلة مباراة ينحيوا للعقاب وإحنا ملاعبين نتاعنا ليلة مباراة يعاقبوهم، دونك هذا الكل كان موش ديكلاري تو ولات الحرب ديكلاري هما بداونا واحنا مش ندافعوا على النادي الرياضي الصفاقسي وعلى رئيس النادي الرياضي الصفاقسي. الربح لشكون باش يشوف؟ طرح شكون باش يشوفك؟ شوف بيان سور احنا اون فافير لو ماكسيموم باش ندافعوا على الجمعيه نتاعنا، ندافعوا كو سوا سي مصر خماخم ولا لاعب في النادي الصفاقسي ولا مسؤول في النادي الصفاقسي، رحنا كنا نولي واحد برك ونتجندوا اي سورتو الكلتير اللي عندنا الصفاقسيه اللي هما الناس الكل ما يحبوهاش، نحبوا بعضنا برشا وما احناش نعطيو بعضنا المره هذه، الكلنا باش نكونوا واحده مع مصر خماخم.